ده راجعني يعني نعم انه برضه واحده من الاشكالات حقتنا انه التركيز كله على كره القدم. ليه؟ لانها هي معشوقه هي العالم كله طبعا التركيز على كرة القدم، مثلا احنا عندنا في السودان حتى الإعلام يعني التركيز على كرة القدم، يعني ما ممكن انا مثلا اجي اشاهد لي برنامج بتاع مناشط، كثير من الناس ما بتشاهد برنامج مناشط، لكن ممكن صح اجلس اشاهد برنامج بتاع كرة قدم. بالضبط. ما هي لانه المناشط عندنا في السودان لو كانت جاذبه ولو كان في انجازات صدقني الناس دي كلها كانت بتقعد بتخط المناشط دي قدامها وكان بتجي وكان بتحضرها وكان بتشاهدها من جوه المدرجات. نعم لكن اساسا مدرجات احنا ذاته ما عندنا، نعم يعني ملاعب ذاته ما في، صالات ما في، فتلقائيا المناشط مهضومه حقها يعني ما لاقيه مساحتها. حتى الصحفيين الموجودين في مجال المناشط لهم التحيه والتقدير، يعني شباب وشابات مجتهدين يعني في انهم ينقلوا الاخبار وكذا، لكن انا اتمنى انه يعني يمشوا في التقارير او التحقيقات الاستقصائيه. نفكر الحاجه دي لو الناس مشت فيها بتنجح بشكل كبير جدا، اضافه لانه المحتاجين برضو اعلام متخصص في المناشط، يعني يكون اللي هو مواقع نقول مثلا صفحات على الفيسبوك، يكون في حسابات، على المهم يكون في شيء، يكون في حركة بتاعت يعني اهتمام بالمناشط الأخرى. وعكس يعني الناس حتى بتركز على اللاعب الجاهز أو اللاعب الجاهز النجوم فقط. أنت محتاج تصنع نجم، مش تصنعه إعلاميا لكن أنت تركز عليه النجم ده أو اللاعب بذات الصغار ديل. لما انت تكون من البدايه مدرج معاه وتابعت مراحله وعملت دي بتديه ذاته يعني الاهتمام اللي بيلقاه بيكون محفز له عليه انه هو ينجز اكثر ويقدم اكثر. فانا اتمنى انه الحاجه دي الناس تلقاها، اتمنى انه يعني حتى القائمين على امر الرياضه في السودان يهتموا بالساحات الرياضيه والمناشط المختلفه.